غضب كبير بين أطباء وزارة الصحة الذي عبروا عنه في اجتماعهم السبت بسبب عقود الوزارة بحلتها الجديدة والمرفوضة من قبلهم، حيث عقدوا لقاء تشاوريا للاتفاق والبحث على الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. أولا فيما يخص موضوع عقود الإقامة في وزارة الصحة، العقود الجديدة التي اقترحها الوزير الجديد غازي الزبل. طبعا هاي العقود فيها شروط جدا مجحفة، فيها بنود في يعني في هذه العقود لو قارنتها سواء في الخدمات سواء في القطاعات الخاصة سواء خارج البلاد ستجد أن هذه العقود عقود ظالمة ومجحفة. أعطيك مثال، أو خلينا أشرح لك مثلا بند موجود في هذه العقود. على الطبيب الآن خدمة 3 سنوات بدل من سنتين، هاي خلينا نحكي أنه النقيب حكى أنه لا رح نرجعها سنتين، لكن هذا مطلب غير كافي. هذه العقود يعني تصل فيها بدها أول شيء ملاءة مالية بقيمة 75,000 عقار. ثاني شيء في حال تم فصل الطبيب من برنامج الإقامة أو في حال صار معه أي ظرف آخر أو هو بده يترك، ما لائمته إقامة معينة، ما لائمه الشغل معين، ما وجد حاله في هذا التخصص، لازم يدفع غرامات عن كل سنة، عن كل سنة التزام 5,000. يعني أنا إذا بدي أترك تخصص مثلا في وزارة الصحة بدفع 75,000، أفرض إني أنا دفعت هاي 75,000، هاي 75,000 غير كافية، سوف يتم الحجز على شهادة الاختصاص عند الوزارة حتى تمر المدة المتفق عليها، وهذا الكلام مرفوض تماما وغير مقبول تماما. وفي نقطة كمان حاب أشير لها، أنه الوزارة في بند من البنود تحكي أنه الوزارة سوف تحمل الموقع على هذه العقود جميع التكاليف المالية التي أنفقتها الوزارة عليه في حال كان مبتعث أو في حال كان. طبعا هاي القضية يتم النقاش فيها، لكن هاي التخصصات الفرعية، احنا بنحكي عن التخصصات العامة في الحالة هاي. ويعني حاليا يتم الحوار بين مجلس النقابة والهيئة العامة للنقابة الأعضاء، وإن شاء الله أنه يطلعوا بنتيجة كويسة مرضية للأطباء ومرضية للجميع. تغيير نظام العقود هو المطلب الرئيسي الذي أكد عليه الأطباء المقبلين على الإقامة، وهو المطلب الذي يدعمه شريحة واسعة من الأطباء. احنا هذا اجتماع للأطباء المقبلين على الإقامة، وفي يعني إجحاف شديد في العقود المطلوب منهم وقعوها مشان الإقامة، وهذا اجتماع هو للتباحث حول كيف يمكن العمل على تصويب هذه العقود وما هي الإجراءات اللي ممكن عملها لعمل ذلك. احنا هذه كل الاقتراحات وهذه الإجراءات راح نعرضها مجلس النقابة حتى ناخذ فيها القرار الصحيح ان شاء الله. المطلب الرئيسي هو مطلب واحد فقط، يعني فيش اكثر من مطلب. المطلب هو تغيير هذه العقود المجحفة وإعادتها الى ما كانت عليه قبل الوزير الشياب، الوزير السابق. فاحنا حاليا يعني في اكثر من طرح وفي اكثر من حل وفي اكثر من نقاش تم فيما بيننا، ومطلب واحد هو تغيير العقود فقط لا غير، وسنتفق على الصيغة مع أعضاء مجلس النقابة إن شاء الله. وكان أطباء وزارة الصحة قد أكدوا في بيان سابق على ضرورة أن تقوم الوزارة بإصلاح حقيقي في برامج الإقامة. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.